هنروح لموضوع تاني. النادي الاهلي راحه سلبيه، احنا تركيزنا كامل هيكون مع منتخبنا الوطني. النادي الاهلي زي ما حضراتكم عارفين واخد 5 ايام راحه سلبيه، يمكن الوحيد اللي مش واخد راحه سلبيه هو مودست، محتاج ان هو يتمرن زي ما حضراتكم عارفين. اتكلمت امبارح مع ضيوفي وقلت ان لازم نشوف ليه الجمهور اصبح ما عندوش شغف لفرجه على مباريات المنتخب في المدرجات. ما اعرفش، حاجه غريبه جدا بالنسبه لي. انا اول ما بشوف علم مصر او النادي الاهلي الموضوع بيبقى مختلف بالنسبه لي، ببقى قاعد ومتسمر وعايز اتفرج، سواء ناشئين او منتخب اولمبي او شباب او حتى طبعا المنتخب الاول. وبالتالي النهارده قريت خبر اسعدني جدا 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 جدا، نفاذ التذاكر المخصصه للجمهور المصري لمباراه الجزائر. مباراه الجزائر هي المباراه الثانيه، اكيد جماهيريتها اكبر. لما مصر تلعب الجزائر جماهيريتها اكبر من مصر تلعب زامبيا، ولكن اعتقد ان وجود محمد صلاح والنني ومرموش وتريزيجيه وكل نجوم منتخبنا الوطني، كمان منتخب مصر لما تيجي تتفرج عليه بيلعب منتخب زامبيا، كل هؤلاء النجوم الناس عايزه تتفرج عليهم. عشان كده جمهور مصر اتمنى يكون مقفل المدرجات ان شاء الله في مباراه زامبيا بعد بكره اللي احنا هنلعبها وديا. بنستعد طبعا لكأس الأمم الإفريقية، وبقالنا كتير الحقيقة ما كسبناش هذه البطولة، يمكن من 13 سنة لو حضراتكم تفتكروا، 6 و8 و10 كانت آخر بطولة سنة 2010 استطاع المنتخب المصري أن يفوز بهذه البطولة. وصلنا مرتين للنهائي في 2017 مع هيكتور كوبر و2021 مع كارلوس كيروش، ولكن خسرنا بسيناريوهات زي ما حضراتكم عارفين هي سيناريوهات صعبة جدا. مرة كنا تقدمنا عن الكاميرون ونخسر في الآخر، والمرة التانية نخسر من السنغال بضربات الترجيح للسنغال اللي كانت طلعنا في كل حاجة يعني. وإن شاء الله التالتة تبتة وأنا أستطيع أن نفوز بهذه البطولة إن شاء الله، ربنا يكرمنا ونصل بمنتخبنا الوطني يصل إلى المباراة النهائية ونكسب الكاس ونرجع ونبقى مبسوطين، ويبقى هذا الجيل محتاج وجهة نظري، محتاج بطولة زي بطولة الأمم الإفريقية، محتاج يلعب في كأس العالم. لعبنا في كأس العالم في هذا الجيل في 2018، إن شاء الله ربنا يكرمنا في كأس العالم القادمة. وهذا الجيل من اللاعبين مع هذا المدرب الكبير، في بعض الأوقات بننتقد أداء هذا المدرب، الأداء الإداري خارج الملعب الحقيقة اللي كان فيه قصور شديد جدا، ولكن روي فيتوريا واحد من المديرين الفنيين اللي أنا بشوفهم على أعلى مستوى. ربنا يكرمنا نلعب بعد بكرة مع زامبيا على ملعب هزاع بن زايد، والحقيقة أنا بشوف إن هو احتكاك جيد، وكمان قبل مباراة هتكون صعبة جدا 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 أمام المنتخب الجزائري إنك ترجع تكسب تاني بعد الخسارة الودية أمام تونس في المباراة السابقة. مهم أيضا لكل هؤلاء اللاعبين، ومهم من الناحية المعنوية، وإنك تلعب الجزائر وإنت كسبان وعامل مباراة جيدة قدام زامبيا، أعتقد هيكون ده حافز جيد جدا لمواصلة النتائج الإيجابية. المنتخب بيؤدي بشكل جيد منذ تولي روي فيتوريا باستثناء مباراة تونس الحقيقة اللي كان لها ظروف خاصة، وإن شاء الله ربنا يكرمنا ونستطيع أن نفوز على زامبيا ونستطيع أن نفوز على المنتخب الجزائري. قبل ما نروح للتقرير عن استعدادات منتخب مصر ومواجهة زامبيا وتاريخ مواجهات المنتخبين، الحقيقة أنا برضو على الجانب الآخر أنا عايز أشيد باللي عاملاه الشركة المتحدة مع المنتخبات الوطنية وخصوصا منتخب مصر الأول الحقيقة، والحملة الرائعة اللي معمولة عشان دعم المنتخب الوطني في كل المباريات خلال المرحلة القادمة. محتاجين نعمل كده، ومحتاجين نعمل الحالة دي زي ما قلت لحضراتكم. احنا بقالنا كام يوم بنتكلم عن موضوع عدم الشغف اللي موجود في من المنتخبات أو من الجمهور وهو رايح يتفرج على المنتخب. إن شاء الله خلال الفترة اللي جاية يحصل ويعود الجمهور مرة أخرى للمدرجات وهو بيتفرج على المنتخب، ودي لازم حاجة أحيي فيها أو عليها الشركة المتحدة الحقيقة اللي بتقوم بدور كبير جدا جدا في التنظيم والشكل الرائع اللي حضراتكم شايفينه. وقبل ما أتكلم برضو على أو خلينا الأول أروح أشوف التقرير، لأنه بعد التقرير أنا عايز أتكلم عن جمهور الأهلي في قطر. جمهور الاهلي في قطر امبارح عمل ملحمه كبيره جدا جدا جدا، وهيعمل ملحمه كبيره جدا جدا يوم الاربعاء، وان شاء الله ان شاء الله لو ربنا كرمنا امام فرقه سله المغربيه في السله ان شاء الله في يوم الخميس هتجدوا الملحمه الكبيره جدا جدا جدا.